احنا جمعية مدنية طبعا لها شراكة مع وكالة بيت مال القدس ترميم بناء اعمار يعني داخل القدس في الوقفة شقع يعني هذا القدر هذا الزلزال الذي اصاب فعلا الحوز ثم الاقليم يعني ديال تارودانت وهذه الاقاليم المجاورة هببنا منذ اليوم الاول يعني من نهار السبت طبعا كنا يعني في الميدان وبقينا وما زلنا متواجدين. المنطقه ديال الحوز هي اللي خدت عندنا واحد الوقت يعني كثير. انا الزياره ديال الان هي الزياره الاولى مع الاقليم ديال تارودانت حتى نشد الرحاله كذلك الى هذه المنطقه مد يد المساعده. انا كما قلت يعني في التصريحات ديالي الاولى يعني في المناسبه ان يعني هذا القدر ديال الله سبحانه وطعالى الشهداء نطلب الله ان يتقبلهم يعني بالنص ديال الحديث وكل شيء. المصابين نطلب الله تعالى ان يشافيهم ويعجل بالشفاء ديالهم. هذا القدر كان مناسب باش يبين المغرب ويبين الطينه ديال المغاربه ويبين هذا المعدن. فاحنا من اليوم الاول تواجدنا طبعا يعني في الميدان وجدنا المغاربه كلهم بدون استثناء بدون سميتو يعني متواجدين في المناطق. الناس اللي خرجوا فعلا الاماكن يعني البعيده والنائيه. بالمناسبه انا اشكر في حق الجميع كل من ساهم من قريب او من بعيد يعني في هذا الامر على راسهم طبعا يعني السلطات المحليه القوات المساعده الدرك الملكي الجيش هذو كلهم احنا كنا متواجدين ومعاهم وكنشوفوا. فالاعمال ديال الجميع يعني طبعا يعني القدر كبير وزلزال يعني كبير ورأينا زعمتين دوور للدمر ودمار زعمتين كامل. ولكن الذي ضمد الجراح هو التواجد ديال الجميع يعني في الميدان هو النزول ديال الجميع. النهار الأول اللي طالع من مراكش داي مع الخبز داي مع الماء ولا داي مع أي شيء هذه. ثم الأكثر من ذلك أنا كنقول لهم اللي جاء من تما بلا ما يجيب كاع ما حتى شي حاجة في الأيام الأولى في وقت فجة على الأقل فإنه كيواسي هذوك الناس ويحسوا بأنه أسرة واحدة جسد واحد. فالحمد لله يعني أن الدولة فعلا كذلك تدخلت وقامت تمتني بالواجب ديالها. هذه الأمور اللي هي الآن مبرمجة المساعدة المباشرة ديال 30,000 درهم لا يستهان بها خير هذا خير يعني كبير. ثم كذلك المساعدات الأخرى تجمعات أن تكون تجمعات فعلا للدواوير لأن اللي هي متباعدة غير متواجدة قريبة فيما بينها مزيان يكون داك الشيء زعمتي مجتمع. فاحنا جينا فعلا لإقليم ديال تارودانت باش نشوفوا لأن من وراءنا فعلا هيئات يعني وطنية وهيئات دولية اللي كلها كتساهم واللي كلها كتساعد كل واحد كيشوف بأي يمكن بأي شيء يمكن أن يقوم به. معنا بعض الهيئات كذلك اللي كيقولوا الخصاص والحاجيات ديال هاد الناس في المدى ديال 3 شهور الخصاص ديال هاد الناس في 6 شهور وهكذا. فبكل صراحة أنا الناس الدوليين اللي حضروا معنا يعني كلهم مندهشون كلهم كيقدروا يعني المغاربة يعني أحسن تقدير وعلى رأسهم نعمتي الأتراك لأن مر بهم زلزال شبيه لنا. ولكن إحنا قال لم نرى هذه الهبة الشعبية لم نرى هذا التلاحم لم نرى هذا الجسم الواحد لم نرى هذه الأشياء اللي شفناها يعني بأعيننا وعشناها زعمتي مع المغاربة وفي هذه الأرض الطيبة زعمتي المباركة. فشكر الله الجميع تقبل الله من الجميع الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في العمر ديال جلالة الملك وأن يحفظه وأن يجعله ذخرا لهذا البلد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.